يا نيابه. على ما اعتقد انا عامل ازعاج للمخرج وعايز ينام شويه ساعه الظهريه دي، بس معلش كان على عيني. طيب نخش في الطبق اللي بعده بقى، عشان الطبق اللي بقى طبق في طبقكم طبق في طبقنا. حلو الحلو الحلو الحلو، خليها كده اهو. طيب الكوز وكبابة، الكوز وكبابة برضو على الطريقة. التركي هنشوف دلوقتي مقاديرنا على الهوا. الكوز وكبابة عندي بصل، ثوم، عندي كرفس، كرات، شبت، بقدونس، دقيق، بيض، وعندي زيت للقلية، ولحمة ضاني، ولحمة ضاني، ورز مسلوق. أول حاجة بنحط هنا كده أدي، ما بنحطش مية كتير، ما بنحطش مية كتير. كده ادي توم، شويه زعتر، بصلايه، كده اهو. ادي اللحمة بتاعتي ضاني او اي نوع لحمة زي ما انت عايز اهو، ما بزودش ليها، هي المفروض تعمل على الستيم، فعشان كده انا باخدها برضو على الهادي كده، نعتبرها على البخار. اذكر الله وصلى على حضرة النبي، اذكر الله وصلي على حضرة النبي. اشيل بقى الزفة دي من هنا كده. نغطي اللحمة بتاعتنا بعد ما نديها توابلها كده. ادي شوية ملح، شوية فلفل، قرن فلفل واحد بس عشان المخرج بتاعنا اهو، ونغطي.
تمام يا ابوي تمام كده. يا حبيبي يا سيدنا محمد، نعم يا فندم، دي زلطية بالأرانب. دي العجينة بتاعتنا يا جماعة اللي احنا حشيناها اهي. القلب اهو، خلي دولت حطهم على الوش. بعد كده نشيل دي بره. كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شيش براك كده. افضل ما انا احط العجينه واسويها جواها، بعمل دايما الجديد، دايما نعمل الجديد. طيب كده في حاجات بزود فيها زي ما انا عايز. انا اديت لها فلفل الوان، اديت لها كل حاجه جميله معاها كده. هنا بشوح اللحمه بتاعتي هنا اهو، بسويها نص سوا، لسه هقليها بس لازم تغلي غلوه نظيفه. بنسويها ثلاثة، لازم تكون من الموزه، بيفضل ان هي تكون من الموزه، بيفضل ان هي من الموزه. كده عندي هنا نجيب شويه كزبره خضراء نفرمها. كده اهو. كده عندي رز مسلوق، شويه بقدونس اهو. سنه جوز الطيب جدعانه. سيبها براحتها، سيبها براحتها. طيب يبقى كده نجيب البيض اهو. نعم كده هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة وهتروحوا في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفصل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في اللحمه بتاعتي. بدا بعد ما خدت ثلاث ارباع سوا، ثلاث ارباع ايه سوا اهو، ما سويتهاش في ميه كتيره اهي عشان بتبقى بريزي. اهو نشيل بقى ده كده بره. طيب يلا نصلي على حضرة النبي ونشتغل مع حضراتكم.
زغرت جابت قماش. زغرت يا اولاد جابت قماش. شكرا شكرا. لا ما هو مش اي لحم مفرومه يا حبيب قلبي، وبعدين هي لازم تاخد بريزيل الاول. دي حضراتكم لو اي لحم مفرومه زي المخرج ما بيقول لي كنا خلصنا نفسنا من بدري وما كناش وجعنا دماغ حضراتكم، لكن دي لازم تسوي حتى على البخار لو تقدري. لو تقدري تسويها على البخار يبقى افضل. خدت بال حضراتكم؟ عشان اللي بيتريق عليها دوت بيقول لي يعني انت مصدق دماغك لما كنت عملت لحم مفروم وخلاص. اللي ما اعرفش يقول ايه؟ زي ما انت قلت كده. كده اهو حطينا حبه رز مطبوخين. كمان شوية بقدونس، شوية ملح، شوية فلفل، واخدة كل التوابل الجميلة، واخدة كل التوابل الجميلة اهو اهو بنقاوح. بنقاوح يا سمحان. طيب كده اشوفها يبقى نجيب بيضتين. كده. نتدخل مانوال. يعني بإيدي كده اهو. نعمل ايه بقى يا سيد محمد؟ اهو ليس ده كويس. طيب اشيل بقى كل الحاجه دي من هنا عشان ايه؟ هنخسر بعض دلوقتي انا واللي بالي بالكم، عشان عمال يكلمني في الريبيس وبيقول انت بتعك دلوقتي وشغلتك مش نافعه. طيب شكرا يا سيدي، انا هستناك بره ان شاء الله. هتروح مني فين؟ عندي هنا كده اهو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. كبشة ايدي كده اهي كده بتبان صابعي فيها كده. الله اكبر عليك. عامة كده كده النهارده الخميس. الله اكبر عليك. على حزب الريح
مش عارف ايه مدرك ايه. تاخد شوية شاي؟ أهم حاجة أغرقها بالدقيق. بتبقى عامله زي الشيلفس او زي الشيل بتاع البحر، بيبان فيها صوابع ايدي. شيرز الله يرحم الجاكيتة. شيلفس ممكن تقول عليها رف، ممكن تقول عليه شيل زي ما انت بتشايف العلامة بتاعت الشيل بتاعت اللي كده كده بقى يعني. ماشي يلا احنا بناكل بيت اهالينا وبنعلمكم. طيب نشيل بقى العك ده كله زي ما قال لي الباشا. اه يا ريت. هو الضرة ولا ايه؟ شايفني ما طلعتش حاجه لغايه دلوقتي. ها يلا بقى. ها يلا ربنا يصبرك على ما بلاك. فرن مين يا عم انت؟ صلى على النبي. طيب نشيل ده برضو من هنا. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. زمان كان في بيطبخوا الطباخين بتوع زمان اللي زي حالاتي كان بيعملوا سمك اسمه سمك ذهبي. كان بيتعمل بنفس البيض كده يعني، مش ما كانش كانوا بيعملوا السمك الذهبي بنفس الطريقه كده. بس الكلام ده من الستينات يعني، من قبل ما صاحبنا المخرج يتولد.
هتقاوح وتقول في حاجة دي؟ مين مين مين؟ طيب ماشي. نطلع بقى اللي بعده، نخش على اللي بعده. برضه عندنا شوربة جميلة جميلة. نشوف مقاديرنا. شوربة الايه؟ الايزو؟ الايزو؟ ايزو بالله عليك يا شيخ. ماشي. نصغر بقى كده عشان ايه، مش عايزين شوربة كتيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الماء على النار ونغطي. عندي الأكلة اللي بنعملها لحضراتكم دلوقتي دي، احنا ما قلناش مقاديرها؟ لا، الكوزو كباب قلنا مقاديرها. شوربة الأيزو، عندي عدس أصفر وبرغر خشن، بصل ورز، طماطم، طماطم بورية يعني مش طماطم مهروسة، وصدور دجاج، زيت زيتون ودقيق ونعناع جاف، ملح وفلفل. كل الكلام ده أنا على عيني وراسي شغال اهو. ونشوف دلوقتي بنعمل ايه مع حضراتكم. كده بفرش منديله على الرملة والف واجيله على الرملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عايز فاصل؟ حاضر. خلاص ندي المخرج فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اوه، دور المحطة تروح في حتة.